السلام عليكم. التقينا بالحداد ابو حسين الاسطوره مع هذا العمل الجديد مال ابو حسين. نشوفه. السلام عليكم ابو حسين. هلا مرحبا. شلونك يا ابو حسين؟ شلون صحتك؟ شنو هذا العمل ابو حسين؟ والله هاي شربايه. شربايه ومرجوحه بنفس الوقت. مرجوحه. شنو هذا العمل؟ هاي شربايه. بس شنو هذا سلايد فيها؟ والله هسه حاليا هي وضع شربايه يعني نام عليها طفي كذا. ايه ايوه بنفس الوقت تقدر تسويها مرجوحه. مرجوحه. اي نعم. زين هاي شنو هاي الجوهر هذا؟ هاي مال رجل. هاي مال رجل. تفضل افتحني ابو حسين اشوفها. يعني تريد احولها مرجوحه؟ اي هذي شوف. صار صار. هلا مرحبا. هاي قفلتها ست قفلت هي؟ هاي مرجوعة. اه. والله حسين ابو حسين سعد النبي خلينا نشوفها. مرجوعة هسه. ايه مرجوعة. افتح لنا والله السلايد خلينا نشوف. يعني تعتبر هاي لفت؟ ايه مال رجل مال حرك العضلات مال يعني هم تدليك تعتبر شلون تدليك؟ ايه نعم شلون التدليك؟ عاش ايدك بس زين ابو حسين هاي شنو هاي بالنص؟ هاي فتوى فتوى والله افتحني اياها بس فتوى ساي تشوى ساي تشوى تحط ايدك عليه هاي بنص شنو هاي جوهر؟ واحد يرفع هاي جرارة جرارة خذ بطل يعني هاي ما تخلي بشيء بطل 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 مال حط عليه عشان ايدك هاي هاي سلايد مال شيء حلو بس يا زين هاي بس شنو هذا هم سلايد نفس هذا نفس الخمو ايه نفس الطريقه مال نفس الطريقه مال نفس النظام ما عاش لك حلو ساعتها تعتبر قمريه فوق مو هاي بيها سلايد مظله يعني مظله مظله هم متحركه تصعد وتنزل اي طيب طيب هذا هذا حتى ما يوقع لا ما يوقع استكان شاي جيب لك استكان غلاس حتى جزاحه ما توقع لا شيء حلو جزاحه ما توقع يعني بعد بيها تطويرات مو تطور بيها بعد والله هي هاي بيها تطورات هواية يعني بس احنا اختصرناها يعني انت قبل شويه قلت لي يا سالم مقتنع بيها يعني عندك بعد شيء بيها تقوية لا ما مقتنع بيها بعد بيها شغل هذه شاختها مو شوف التوازن مالها حتى الجداحه ما توقع هذه شخوتها بس يا مو ليش بعدها قيد الانشاء هاي تفتر مو حسين تفر هاي تفتر تسعة تنزل اي هاي منها تحسن
الدرجة اللي تريدها يعني أنت. عاش إيدك يا مس. شو صحيح إيش يعني؟ جرارة هاي. ها شيء حلو. عندك بعد بيها تطويرات تطور بيها؟ طبعا فيها جاية. طيب شو التمرين هذا؟ اي ما للعضلات مال الرجل تقدر تمدد رجلك عليها يعني اي بينا على الدرجة اللي انت تريدها. عاش ايدك عمو بسير. ايدك يا الله.